ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا في إسطنبول مصطفى القطان. مرحبا مصطفى، أطلعنا على آخر المستجدات فيما يتعلق بنقاشات البرلمان التركي حول طلب وزارة المالية تحويل أكثر من 40 مليار ليرة إلى دعم الموازنة. نعم بالفعل، طبعا اليوم اللجنة المالية في البرلمان التركي قامت بدراسة الطلب المقدم من وزارة الخزانة والمالية التركية بتحويل طبعا 40 إلى 46 مليار ليرة تركية من الاحتياطي النقدي للعملات المحلية من احتياطي البنك المركزي التركي إلى الميزانية التركية من أجل محاولة التقليل من العجز الحاصل في الميزانية باعتبار طبعا الظرف الاقتصادي الذي تعاني منه تركيا في الفترة الحالية واختلاف سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار. نعم، وأيضا هنالك أيضا دراسة سيحاول البرلمان أن يتعاطى معها، وهي محاولة أيضا تقليل النسب التي يأخذها البنك المركزي من الأرباح. هنالك نسب من الأرباح يتحصل عليها البنك المركزي بنسبة 20% يقوم بتحويلها جميعها إلى الاحتياطي المركزي. البرلمان أيضا سوف يحاول مناقشة تقليل نسب هذه الأرباح إلى 5% وتحويل الباقي أيضا إلى الميزانية من أجل سد الفجوة الحاصلة بين احتياجات الدولة وبين احتياجات الموازنة التركية، وكذلك أيضا ما الدراسة التي قدمت وكذلك ما يمكن تطبيقه على أرض الواقع حتى هذه اللحظة. هنالك طبعا الكثير من المحاولات التي تقوم بها وزارة المالية التركية من أجل معالجة المشاكل. نعم، هل يتوقع تمرير هذا الطلب مصطفى؟ بالتأكيد البرلمان التركي سوف يقوم بمناقشة هذا المقترح خلال أيام بعد تقديمه بشكل رسمي من اللجنة المالية الخاصة بالبرلمان التركي. وهنالك كما ترى وزارة المالية، وطبعا تؤكد أن هناك حاجة ملحة بالقيام بهذه الخطوة بالرغم من انتقاد الكثير من الاقتصاديين لخطوة مماثلة باعتبارها سوف تؤثر بشكل كبير على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي التركي وسوف تضر بقدرته على مواجهة مشاكل اقتصادية في الفترة المقبلة. لكن هذا القرار سوف يمرر إلى البرلمان، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة بأن يمرر ويتحصل على موافقة البرلمان التركي ويدخل حيز التنفيذ في فترة قليلة مقبلة. أشكرك جزيلا، شكرا مراسلنا من إسطنبول مصطفى القطان، شكرا لك.